المقاطع السابقة ناقشنا فيها أهم مصادر الاتينويشن بالأوبتيكال فايبر، وذكرنا أنه من تأثير الاتينويشن على السيستم أنه التأثير الأهم هو تحديد الترانسميشن ديستانس ومقدار قيمة البتريت اللي يجب أنه ترسل خلال الأوبتيكال فايبر. طيب هنا أسأل اليوم خلي أناقش فد مصطلح أو مفهوم المفروض أنه المهندس الاتصالات يكون على دراية ومعرفة به، لأنه يعتبر من الليميتد أو المحددات اللي تحدد لي أداء وكفاءة الكوميونيكيشن سيستم بصورة عامة. عندي مصطلح نسميه الريسيفر سنسيتيفيتي، حساسية الريسيفر. شنو المقصود بهذا المصطلح أو ما هو مفهومه حتى أفتهم أو حتى أقيس على بقية السيستمز كأداء؟ ذكرنا أنه بسبب الفايبر اتينويشن انه مقدار قيمة السيجنال باور مالتي خلال عملية الارسال راح تقل خلال عملية البروبوجيشن خلال مسافة معينة، راح يصير عندي عملية نقصان بمقدار قيمة السيجنال باور او اللايت باور. زين، كنتيجة انه الفايبر اتينويشن راح يحدد لي او يضع فد ابر ليميت لمقدار قيمة الترانسميشن ديستنس المسموح بها ومقدار قيمة البتريت اللي ممكن انه ترسل. زين، هذا الاتينويشن ليميت يمكن انه نقيسه او يمكن نتحكم به او يمكن انه نضع على مفهوم اعتمادا على مفهوم الريسيفر سنسيتيفيتي. يعني راح يكون عندي انه الاتينويشن ليميت نقصد به اللي هو عباره عن معيار لتحديد مقدار قيمه الترانسميشن ديستنس المسموح بها او الممكن انه السيجنال مالتي تنتقل خلالها، ومقدار قيمة البتريت اللي ممكن انه انا ارسلها. هذا المفهوم مالته بدل ما انه انا راح انه اذكر دائما الاتينويشن، الاتينويشن ليميت راح احوله الى مفهوم ثاني راح اسميه حساسية الريسيفر. زين، سؤال، شنو هو هذا شنو المقصود بالريسيفر سنسيتيفيتي؟ التعريف مالتنا نقول انه في اي كوميونيكيشن سيستم يوجد فد مينيمم ريسيفد باور مطلوبه. يعني انا دائما ان يكون عندي فد ليفل معين احدده بانه هذه اقل قدره ممكنه يجب ان تستلم. هذه القدره اللي هي المينيمم ليفل هي القدره اللازمه لتحقيق الاتشيفد بيرفورمانس مالتنا، لتحديد او لتحقيق الاداء المطلوب. زين، فبالتالي انا عندي فد ليفل معين، هذا الليفل راح احدده على اساس انه هو المينيمم ريسيفد باور. زين، هذا المينيمم باور اللي هي انا اريدها لتحقق لي الاداء المطلوب راح اسميها بالريسيفر سنسيتيفيتي. فبالتالي حساسيه الريسيفر هي تمثل اقل قدره ممكنه تؤدي الاداء المطلوب. طيب زين، اذا كانت الريسيفد باور مالتي اقل من المينيمم ريكوايرد باور، خلينا نفترض انه انا حددنا فد ليفل معين، هذا الليفل مالتي حد سميته بانه هو يمثل المينيمم ريكوايرد باور. طيب استلمت باور، هذه الباور هي اقل من الليفل مالتي المسموح به، شنو راح يكون هنا ادائنا؟ السيستم كاداء راح يكون اولا غير مستقر، ثانيا قد ان يكون الاداء غير مقبول، يعني بالتالي ما راح يحقق لي الاداء المقبول او المطلوب. فبالتالي لازم يكون عندي مقدار قيمه الريسيفد باور مالتي هي على الاقل هي مساويه للمينيمم ريكوايرد باور. زين، خلي اخذ مثال هسه اللي هنا، ما هو المعيار لتحديد حساسيه الريسيفر سواء كان بالديجيتال كوميونيكيشن او بالانالوج كوميونيكيشن؟ زين، الحاله رقم اي المعيار مالتي هو البيت ايرور ريت. هنا راح يكون عندي، راح افترض انه انا جاي استخدم مبدا الديجيتال ترانسميشن. بالديجيتال ترانسميشن الاداء يكون هو المعيار مالتنا لاداء او تحديد اداء منظومه معينه، هو باعتماد على مقدار قيمه البيت ايرور ريت. طبعا البيت ايرور ريت هي تمثل مقدار قيمه النسبه المئويه للايرور بيتس المستلمه. يعني ما هي مقدار قيمه البتات الخطا اللي انا استلمتها كنسبه مئويه مقارنه مع الريسيف باور الكل مع الريسيف بتس الكلية. زين، النقطة الأساسية أولا هسه خلي أفهم الإرر من وين يجي، يعني البيت إرر ريت منو السبب مالته؟ السبب الأساسي للإرر بيت هو وجود النويز بالسيستم. إذا كان النويز ما موجود بالتالي ما راح أقدر أستلم شنو إرر، يعني ما راح أقدر أكشف الإرر أصلا. يعني راح نقول إنه there is no error detection، ما موجود عندي فد إرر مكتشفة ممكنة. زين، بشكل عملي او خلينا نقول انه بشكل واقعي،
انه اذا كانت السيجنال باور مالتي اكبر من النويز باور، باعتبار انا عندي سيجنال باور مثل هي عباره عن سيجنال مالتي او الانفورميشن مالتنا المرسله زائد النويز اللي انضاف، فاذا كان عندي مقدار قيمه السيجنال باور، نقول اذا كان السيجنال باور اكبر من النويز باور، اذا تحقق عندي هذا المبدا، بالتالي راح يكون هنا انا عندي مقدار قيمه، اذا نقول ان مقدار قيمه البيت ايرور ريت راح يكون هو اقل قليل سمولر، بمعنى انه دائما يكون السيجنال مالتي هي الباور مالتها اعلى او اكبر من النويز مالتنا، بالتالي راح تحقق عندنا مبدا النويز. زين على هذا الاساس، على هذا الاساس النقطة الأساسية اللي نريدها، ما هو المعيار لتحديد مقدار قيمة البيت ايرور ريت؟ البيت ايرور ريت أنا قيسها طبعاً، أنا عديت بجملة من المعادلات اعتماداً على النويز ونوعية النويز، وهذه راح نناقشها من نوصل لموضوع النويز بالتفصيل، لكن راح أعطي ناسفة معادلة. إذا كان عندي النويز مالتي هو النوع مالته هو وايد جاوزيان نويز، وهذا نوع من أنواع النويز، راح أفترضه إذا كان وايد جاوزيان نويز، والمثال على هذا مثلا الثيرمال نويز، إذا البيت ايرور ريت يمكن أن أنا مثلها البيت ايرور ريت تعطى بالمعادلة التالية، هي تساوي لي واحد على جذر 2 باي تكامل لجذر جاما، هذه جاما إلى الانفينيتي لإكسبونيشل ناقص إكس تربيع على 2 دي اكس، وتساوي يمكن انه انا هذه اعطيها تقريب قربها نسميها كيو اوف جذر جاما، وهسه راح اعرف جاما شو تمثل، هي كيو اوف جذر جاما. زين وتساوي نقول انه مقدار قيمه البيت ايرور ريت يمكن انه انا اوصفها بالمعادله التاليه، هو 1 على جذر 2 باي جاما جاما في اكسبونيشال ماينس جاما على 2، والشرط اللي هنا اللي عندي ان تكون عندي مقدار قيمه جاما اكبر بكثير من مقدار قيمه الواحد. زين هذه المعادله طبعا مات البيت ايرور ريت تحت الشرط ان يكون عندي وايد جاوزيان نويز، واللي هو قلنا مثال الثيرمال نويز. طيب خلي اعرف هسه هنا شو يمثلون هذول البارامترات. عندي بالنسبه لجاما هي تمثل مقدار قيمه السيجنال تو نويز ريشيو، هذه جاما، هذه هي تمثل مقدار قيمه السيجنال، تمثل مقدار قيمة السيجنال تو نويز ريشيو. زين طيب خلي اخذ هسه هنا المعيار مالتنا واربطه بالريسيفر سنسيتيفيتي. زين خلي افترض انه البيت ايرور ريت مالتي الريكوايرد المطلوبه عندي انه يجب ان تكون هي اقل من 10 اس ناقص 9، يعني نقول اذا كان البيت ايرور ريت يجب ان تكون هي اقل من 10 اس ناقص 9. زين بالتالي يجب ان تكون هذا يعني انه جاما او السيجنال تو نويز ريشيو مالتنا المطلوبه يجب ان تكون هي اقل من 36 او 16 دي بي، بالتالي يجب ان تكون هذه اقل من 36 او نقول 16 دي بي. زين بمعنى شنو صار هسه اللي هنا عندي؟ بمعنى انه يجب ان تكون عندي التوتال نويز باور، الباور التوتال نويز باور بالسيستم مالتي يجب ان تكون هي اقل من 36 مره من مقدار قيمه شنو؟ النويز بار. اذا شنو صار هسه المعيار مالتنا للريسيفر سنسيتيفيتي؟ اذا صار عندي مفهوم الريسيفر سنسيتيفيتي، حساسيه الريسيفر هي يجب ان تكون 36 مره اقل من المقدار النويز باور. فبالتالي صار هسه هنا عندي مفهوم اولا للبيت ايرور ريت. هذا مثال، يعني دائما احنا نعطي مثلا هنا انه مقدار قيمه البيت ايرور ريت في حاله الاوبتيكال كوميونيكيشن هي اقل من او مساوي ل 10 اس ناقص 9. زين فبالتالي شنو المعيار اللي صار عندي اللي على اساسه اقدر احدد الاداء المطلوب من عندي؟ انه متى ما كان عندي مقدار قيمه البيت ايرور ريت هو اقل من هذا الرقم، فبالتالي جاي اشتغل انا او السيستم ما جاي يشتغل بالاداء المطلوب من عنده. زين لذلك نقول هنا انه معناته انه تحت هذا الشرط يجب ان تكون عندي مقدار قيمه السيجنال تو نويز ريشيو هي اقل من 36 او هي نقول هي 16 دي بي او 16 دي بي. زين فصار هذا المفهوم الاول لمقدار قيمه او لمعيار الحساسيه الريسيفر. زين خلي اخذ مفهوم ثاني لحساسيه الريسيفر بالانالوج سيستم. خلي افترض مثلا دائما ما يمر علينا كمهندسي اتصالات مصطلح الاف ام ثريشولد. ثريشولد هي العتبه او النقطه اللي من بعدها يكون فد اداء معين. زين اول خطوه خلي افهم شنو المقصود بالثريشولد. دائما يكون عندنا بالفريكوانسي موديليشن انه الكواليتي مالتنا او جوده الدي موديليشن للاشاره اللي انا استلمها
تتغير بشكل فعال مع تغير مقدار قيمة السيجنال تو نويز ريشيو. هذا التغير مالت الكواليتي للديموديليشن سيجنال مع السيجنال تو نويز ريشيو راح نسميه بالثريشولد. زين، اذا كانت الامور بهذا الشكل ايش راح يصير عندي؟ انه انا السيجنال تو نويز ريشيو اللي جاي استلمها اذا كانت اعلى من الثريشولد، يعني انا حددت فد ليفل معين، راح افترض انه هذا هو الثريشولد، هذا الثريشولد، راح افترض هسه اللي هنا انه انا السيجنال تو نويز ريشيو مالت استلمتها هي اعلى من الثريشولد، ايش راح يولد هذا؟ راح يكون عندي انه الكواليتي ريسبشن مالتنا، يعني جوده الاستلام راح تكون هي لا يعني نوت ماتش ديفرنس ما بين السيجنال اللي انا استلمها ما بين جوده اللي اريدها. زين، فالمعيار الاول هسه اللي هنا أنا واحد، اذا كانت السيجنال تو نويز ريشيو مالتنا اعلى من الثريشولد راح تكون الريسيبت مالتي الكواليتي اللي استلمتها اوكي مسموح، يعني هو هذا اللي اريده، هو المطلوب من عندي من اداء السيستم. زين، الحاله رقم 2، خلي افترض انه انا السيجنال تو نويز ريشيو مالتي اللي استلمتها هي اقل بقليل من مقدار قيمه الثريشولد، راح يولد عندي، راح يولد عندي هنا انه الكواليتي مال الريسيف سيجنال راح تكون سيئه، الجودة المفروض انها سلمتها راح تكون يعني حالة سيئة، يعني الاداء ماتي غير جيد. زين، شنو المعيار اللي حدده او ما هو الخطوة الاساسية لتحديد انه مقدار قيمة السيجنال تو نويز ريشيو هي اعلى من الثريشولد اقل من الثريشولد؟ تعتمد على العوامل للاف ام راديو ترانسميشن، طالما كلامنا على الاف ام ثريشولد، فبالتالي هنا الراديو ترانسميشن مالتي هو اللي حددها. يعني واحدة من العوامل مثلا لو كان عندي سترونج فيدينج، فبالتالي هنا السيستم راح يكون يعاني من قضية اللي انه السيجنال ماتي سيجنال نويز ريشيو اعلى من الثريشولد او اقل من الثريشولد. زين، النقطة رقم 3، لو فرضا انه السيجنال مالتي انه انا استلمتها السيجنال نويز ريشيو مالتي كانت هي اعلى من الثريشولد، بعدين صار عندي عملية تغيير بمقدارها بحيث انه صار بها هبوط واصبحت اقل من مقدار قيمة الثريشولد، هنا راح يصير عندي عملية انتقال شديد من حالة الجود كواليتي إلى حالة كليبينج نويز، وهذا واضح أنه بالإشارة الراديو عندما نستلمها أحيانا تكون الإشارة كلش واضحة، وبعدين يصير عندي فد عملية أنه تغير بالجودة مالتها. إذا شنو ربطها سبي حساسية الريسيفر؟ نقول لذلك أنه هنا المعيار عندي للريسيفر سنسيتيفيتي والثريشولد بالأف أم هو يمثل مقدار قيمة المينيمم أكسكتبل سيجنال تو نويز ريشيو، وهذا يمثل مقدار قيمة الحساسية للريسيفر مقارنة بمقدار قيمة النويز ليفل. إذا الخلاصة من هذا الكلام كله أنه أنا عندي معيار أو حساسية الريسيفر هي تمثل مقدار قيمة المعيار أو الليفل أو المستوى أو الأداء للمقارنة على تحديد الجودة المطلوبة للسيستم أو أقل جودة مطلوبة للسيستم اللي أنا أتعامل وياه. فبالتالي أصبحنا أنا ممكن أنه أنا أعتمد على مقدار قيمة البيت إيرور ريت كمعيار للريسيفر سنسيتيفيتي، أو أعتمد على مقدار قيمة الثريشولد في حالة المعيار، وبالتالي أحدد مقدار قيمة الليفل المسموح به وعلى أساسه أحدد السيجنال اللي أنا أستلمها هي أعلى من الليفل أو أقل من الليفل، وبالتالي راح يحدد لي معيار للجودة كأداء للسيستم.